مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تبعتوا معنا القصة ديال سميحة. عدد كبير من المغاربة في التعليقات كيتواصلوا معنا تيسولونا على الوضع ديال سميحة، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. سميحة شابة اختفات على الأنظار في شهر 9 اللي فات. مشاهدينا الكرام، سميحة معايا الأب ديالها والأخ ديالها من نواحي مدينة الصويرة. عشت سنين طوال، حوالي 2014-2015 كان الجفاف. الأب خدا واحد القرار أنه ينتقل لمدينة الدار البيضاء، تيدير واحد التجارة حرة على قد الحال، ابن ديالو توا تيخدم باش يساعدوا الأخوات ديالهم. في هذيك المدة سامحة حتى هي خدمات في مخبزة أو باتيسري إذا صح التعبير. مشاهدينا الكرام، هذه المدة كلها وهي خدامة، شهر 9 اللي فات اختفت على الأنظار، ما جاتش للدار. العائلة كتربط الاتصال بالأخ والأب، مغلوب على الأمر ديالو، متقدم في السن، ما عارفش شنو كاين. بداو الإجراءات الأولية، خبروا رجال الأمن، من بعد عندهم البطاقة ديال التعريف ديال العائلة كلها في القرية اللي كبروا فيها اللي هي نواحي مدينة الصويرة. من هنا بدأت الأمور، وضعوا الشكاية الأولى ديال الاختفاء، وضعوا الشكاية الثانية في مدينة الصويرة. من بعد يعني من بعد الاختفاء يوم أو يوم ونصف بالضبط، الأخ ديالها مشى للغرفة ديال أختو، مشى كيقلب ويلقى بزاف ديال الأمور فيها نوع من الغرابة. أولا لقى بأنه هذا الاختفاء غريب، يلا شرات هاتف باقي جديد خلاته، وثائق أخرى ما كهزتهمش معاه، من بينهم بطاقة البنكية. شوية هو يبان ليه واحد الصندوق، سماه هو بالصندوق الأسود في الفيديوهات اللي تبعتو معنا. هذا الصندوق الأسود كان هو اللي عطى الخيط الأمور غريبة بشكل كبير. أول حاجة لقاو بأنه عندها وصل ديال بندقية، والبندقية باش تكون عندك هناك إطار قانوني في الموضوع، باش تكون بالحوزة ديال كاينة مجموعة من الإجراءات فيها السلامة ديالك الصحية أولا تتأكدوا منها، فيها الوضع المالي ديالك، فيها بزاف الأشياء باش كتكون عندك رخصة ديال الصيد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لقى واحد الكلي، هاد الكلي لقى فيه صور، ولقى فيه وثائق، ولقى فيه أوديوات أنه لها علاقة بالشيخ ديال القبيلة اللي نواحي الصويرة. والأوديوات فيهم علاقة، أمور واضحة، صور فيهم علاقة، وهاد الأوديوات كذلك نوعية العلاقة أنه فيها وعد بالزواج. هنا بدأت الأمور كتغير. داروا الإجراء القانوني، خبروا السيد الوكيل العام، داروا شكاية السيد الوكيل العام، السيد الوكيل الملك، تحال الملف الضابطة القضائية الدرك الملكي بمدينة الصويرة، بدأت الأبحاث. عدد كبير من المغاربة تبعوا معنا القصة. الأب الله عز وجل اللي عن بيت السيد على الإبنة ديالو اللي ما شافهاش مدة طويلة، استمرت الأبحاث. الضابطة القضائية ديال الدرك الملكي بمدينة الصويرة دارت مجهود جبار، وأنا قبل في إحدى الفيديوهات في هذا الموضوع ديال سميحة تكلمت على الضابطة القضائية والدرك الملكي أنه لهم الإمكانيات، لا التقنية ولا العلمية ولا اللوجيستيك، اللي فك لغز هذا الملف. بعد مدة ربطوا الاتصال بمجموعة من كل من له صلة بهذا الملف، وكذلك شافوا الأمور الأخرى اللي بطبيعة الحال أمر ديال السيد الوكيل العام والسيد الوكيل الملك، الخبرة على الهواتف، حددوا التموقع ديال الهاتف ديالها فين كاين. وهنا في الأخير غتبدأ الصدمة. قبل عفوا اتصلوا بالعائلة، تصنتوا لجميع الأطراف، تصنتوا الأب، تصنتوا الأخوات، كل من له صلة، ولكن الهواتف أعطت طريق آخر. الجديد في الموضوع أنه سامحة اليوم كيربطوا بهم رجال درك الاتصال وأمور صادمة. قبل ما نشرح الموضوع ذكرت أدلة أخرى أنه عندها علاقة بهذا الشيخ، وعندها واحد كونت بنكير يعني حساب بنكي فيه بمبلغ كبير شوية، فيه تقريبا شي 4 مليون، وهي ملي كيسولوا للمخبز اللي خدام فيها ما عندهاش كيفاش تجمع هذا المبلغ، ولكن الوصولات أو التحويلات البنكية ديال هاد الفلوس منين؟ من عنده، من عند الشيخ. هذا جانب.
كما مجموعة من الأدلة توحي أنه له علاقة. آخر معاملة بنكية تسلمتها سامحة كان مبلغ 5000 درهم قبل ما تختفي تقريبا بأسبوع. هذه من بين النقط اللي خدموا عليها رجال الدارك مشكورين لتبيان الحقيقة وللوصول للهدف اللي هو فك اللغز. الاتصال اللي جا العائلة جاو لعين المكان والصدمة قوية. تبعوا معي حسن، أنا ما عرفت واش نعزيك ولا نقول لك الله يفرج عليك، لأنه ما عرفتش والله ما عرفت الجديد اللي كاين كيفاش درست الأمور في هذه المرحلة والضابطة القضائية. درت مجهود جبار، كيفاش داير الأمور؟ هذاك الشيخ سيدي راه قتل الأخت ديالي، هذاك الشيخ راه تعدى علينا، قتل الأخت ديالي ولا حبشي بير ولا، والحمد لله الدرك الملكي بيا اللي حقيقة ديالو. اتصلوا بينا اليوم قال لنا السيد راه اعترف لينا، كانوا كيعيطوا لينا، داروا دوك التسجيلات ديال الهواتف كيعيطوا لينا كل مره كيعيطوا. واحد الاخت ديالي كاينه في الصويره، الاخت ديالي في الدار بيضاء، الواليد كيعيطوا كيستوجبونا. قلت لهم ودي اي واحد مني اي واحد بيتو شي حاجه احنا موجودين، الا فينا الحق احنا موجودين، تبان لنا الحقيقه. هذاك السيد تعدى علينا بين الله ياخذ فيه الحق، والحمد لله الدرك الملكي كاين. هذاك السيد طاغي فهذيك المنطقه طاغيه، ماشي الناس كلشي كيخافوا منه. ملي حنا من عيطوا لينا جينا هنا للبلاد لقينا الناس ما كاين حتى واحد عنده الدرك الملكي، كلشي خايف منه بانه راه عنده الناس وهذه كلشي خايف من داك السيد. ملي جينا الدرك الملكي قال لنا شوفوا حنا راه الحقيقه تبان هذا السيد راه اعترف لينا بان هذه السيده كاينه في هذا البير. حنا راه خدمنا، جات الوقايه المدنيه راه مازال ما كاين شي حاجه، الصباح غنجيبوا شي اجهزه اخرى باش نجبدوا ديك السيده. هو قال لنا كاينه في البير، حيت هو كل مره كيقول لهم. وين الحمد لله الدرك الملكي راه خدام معنا، حيت هذاك السيد راه مستحيل باش غيقول الحقيقه. انا ملي قلتي لي كل مره كيقول لهم، يعني واش كيعترف لهم؟ وعاد اعترف دابا، عاد اعترف. هما كل نهار كيبقاو يبحثوا معاه، راه واقيلا شي 24 ساعه هما كيبحثوا معاه اللي اعترف لهم. ماذا ما جابوه تما وجاو وراهم البير، تا انه اللي يحف هذاك البير. ويني باش نعرف انا هذا السيد بوحدو اللي يحف البير؟ ما يمكنش، راه ما تقدرش تقتل واحد وتهزو وتلعبو في البير. هذه امور كتعلق بالابحاث، باش ما ناطروش على البحث نبقاو في الموضوع ديال البير. البير هو اعترف، قلتي انت في البير خلي الامور الاخرى لانه حنا باقي غادي نتبعوا. غادي تعاود لي شنو عطاكم الدرك بالضبط؟ الدرك قال لنا هذا السيد اعترف لينا بان هذه السيده اللي حف البير، وانا شكيت بانه النوب الاول كنقول لكم ودي هذا السيد قاتلها راه اللي حف شي بير ولا شي ولا دافنها تما في العروبيه. ديما كنقول انا كاينه شي حاجه في العروبيه، حيت بان واحد الخطاب جابها لبراكت الرادي، حتى في براكت الرادي، براكت الرادي قريبه للبلاد وما كاينش اللي غيجي في براكت الرادي تمايا. والخطاب قال لهم انا حطيتها في براكت الرادي وكتب لي واحد دوست طوموبيل كحله مع تخوتها ولا شكون قالوا راه جداها وصافي. مني مشى عند الدرك الملكي، الدرك الملكي داروا البحث كاملين، الدرك الملكي ديال صويره الله يرحم ليهم الوالدين راه بقاو ووكيل العام ديال اسفي ووكيل الملك ديال صويره خدامين معنا، جوندار ديال تفتيش تما داروا خدمتهم. جمعت بحال كل واحد عطى شي حاجه تجمعوا ديك القصه والحمد لله بين حنا الحقيقه تبان، بين الاخت ديالي حيه وميته تبان. يجبدوها لي انا بيتعرضوا العظمه ديالهم ونرتاح، راه ما كنعش انا، يعني ما عرفت واش ميته ولا حيه، انا اش واقع لي انا؟ انا النعاس ما كنعسوش، كنوض مع 3 الصباح كنبدا نفكر واش هذا الشيء كان واقع ولا ماشي واقع، ما عرفنا شنو واقع، ما عرفنا حنا واش كاينه ولا ما كايناش، واش تحب حيوان غد يموت وتزيد راه الاخت ديالك هذه. كتنوض بالليل كتبدا تفكر واش هذا الشيء واقع لينا ولا لا، كي درت انا تنعس هذه الساعه؟ كتنعس الساعة وكتبدا تفكر الخدمة ما خدامش، كنخدم كنمشي كنحشم ولا اللي جاي يسولك اش وقعت ليكم كي درتي كيف فعلتي. هو جالس كيتسارى في المواسم ومشى للصيد ومصايب الاوراق ديال الصيد، وين يحرز لي كيقول لي انا راه عندي كل شيء ما كاين حتى واحد اللي غيحكمني. وين الحمد لله بانت الحقيقة، الحمد لله كاين الدرك الملكي بين لنا الحقيقة، ما كيعرف حتى حاجة، هو كيعرف الخدمة، كاين الله والحق وعاش الملك، الله ينصر الدرك الملكي. هادشي اللي كنقول وبين الحقيقة تبان تبان. والله العظيم إلى موضوع تبعنا القصة من الأول غادي تساعدني في شي أسئلة احتراما للناس اللي ما تبعوش القصة من الأول. هو كيجيكم شي حاجة ولد عم الوالد هذاك السيرة عائلة هذاك، وينينا ما عندنا عائلة حنا، مني ولد عم الوالد دارينا كرا العائلة ما عندناش، العائلة ديالنا حنا هو ذاك الدرك الملكي، هذوك الناس ديال الأمن. نعم، أنت ملي اكتشفتي ذاك الصندوق لقيتي بأن عندها علاقة معاه أوديوات معاداه بالجواج، شنو كنت لقيتي أنت في هذاك؟ اش لقيت؟ لقيت صندوق كي قلت لك صندوق اسود راه كحل، مني دايره اوديوات مسجله هو يا هضر معاها وقال لها غنهز من الجماعه هذوك الكاشيات وغنسرقهم، راه تدخل ديك النهار وحصلني واحد وغنعاود نخرج ونزور داك الشيء، حيت هو عون سلطه يقدر يزور اي حاجه.
عصبر عليا عصبر عليا هادي غنزور داك الشيء وغنتكاتم معاك غنصايب المسائل شويه كاين دوك اللي صيفط ليها في البوسطه ديك الفلوس. سيمانه قبل اختفت السيده ومصيفط ليها 5000 درهم. ملي كيديروا معها الواحد كيقول لهم لا انا ما عمرنيش حتى 5 شهور وهي في سميتو هذيك السميه كون عصيفط مع شي واحد اخر فيها سميتو فيها كل شيء وباقي عندي الادله والادله كاينين. هادشي اللي كنقول انا كنقول بالدليل والاوديوات وداك الشيء راه كاين عند الدرك الملكي ديال صويره الكلي راه كاين عند الدرك الملكي فيها كل شيء وما يمكنش هذاك السيد غيكون غير بوحدو في هذه المعمعه مع شي حد ما يمكنش. وين الحمد لله الدرك الملكي غيجبد لنا الحقيقه ديالنا باش ما عطى الله غتبان الحقيقه. هو السؤال اللي كاين بزاف الاسئله نعم. انا ما بغيتكش تجاوبني اليوم علاش احتراما لان تقانون النشر وفي الصحافه انه لا يمكن التاثير على البحث الملف باقي في البحث مازال ما خرجتش الجثه ما نطروش اسئله اللي كاينين بزاف كاينه هو كيفاش غادي تخرج في لحظه من اللحظات في الصباح خارجه واحد الخروج غير سليم ها خارجه لا اوراق لا كارت كيشي الكونت بونكير عندها شاريه تليفون حوايج جداد داكشي اللي كنتي وضعتينا اكثر في الصوره في الفيديوهات اللي فاتوا وخرجت داك الخروج هذه كلها اسئله غتبان في الايام ما يمكنش ناثروا على البحث لان هذا هو الاطار. دورنا الان هو نقل الخبر بصدق وبامانه مجهود جبار ديجا للدراك انتقلتوا لقيتيهم كنت كان اعترف ليهم خبروكم طمئنوكم غادي البحث دابا خصهم اليات باش يدخل داك البلاد على الصعوبه والوضع الجغرافي ديال المنطقه مثلا كاين الحجر تما كاين الاتربه الوضع ماشي ساهل باش يجبدوا ولكن عندهم من الامكانيات ومن اللوجيستيك يوصلوا للهدف. حنا غنتبعوا معكم ان شاء الله تنشوفوا القصه كما يجب. حسام الله يفرج عليك وهذا احسن الكلام مشاهدينا الكرام. هذه هي قصه سامحه والشكر الجزيل لجل المغاربه اللي تبعوا معنا القصه بقوه وفي التعليقات في فيديوهات اخرى بعيده على هذا الموضوع كانوا كيوضعوا في الكومنتير اسئله في وصل ملف سامحه الجديد الان هو اتصال رجال الدرك قاموا بمجهود جبار انطلاقا من معطيات انطلاقا من ابحاث انطلاقا من امور علميه وتقنيه تموقع الهاتف حاصروا به المعني في الاخير سمعتوا الجواب. غادي نشوف الجانب الانساني مع الاب. الوالد عيطوا لكم الجدارميه اليوم مشيتوا لقيتوهم حدا البير شنو اللي وقع؟ اي سيدي كاينه ملي عيطوا لينا ماشي 9 ولا 10 جا الدري عندي من الرباط قال لي جي وشوف امي خلط علينا هزنا جابنا جينا دزنا عند رجال الدرك لقيناهم مصيرين كيجبدوا فيها قالوا اودي راه ما وصلنا شيء رانا غادي نقعدوا حتى غدا ان شاء الله وغادي نشوفوا كيفاش غادي ندير غادي نصيفطوا لشي اله اخرى اللي غادي تجبدها. قلنا لهم واش هذا الشيء كاين حق؟ قال لك اودي راه درك بها راه قال لنا انا الليله يحيانا وين ما يمكن هذا السيد يلوح هذه السيده بوحده ما يمكن واحد يقتل واحد إلا ما كانوا عمها 5 ولا 6 هاد السيد راه كاتلها غادي يكونوا عمها شي ربيعة راه ما تمكن شيء. واش هاد السيدة كيف يدير هاد السيد تيقتلها دابا الآن دابا لهاد الساعة الوالد اللي وصلنا ما نقدروش نأثروا على البحث واش غير هو ولا الآخرين الضابطة القضائية يعني الدرك الملكي الجدرمية باقيين خدامين حنا ما غاديش باقا الأمور ما الحمد لله هذا مادام اتصلوا بكم وصلوا لهاد الخيوط كانوا عيطوا لك أنت تصنتوا لك كانوا عيطوا البنات كاملين حتى يتصنتوا لكل شيء حتى وصلوا الأمور. أنت ملي مشيتي لتما ما قدرتيش توصل لأن باقي البحث باقي كيبحثوا مازال ما وصلتيش. أيه ملي مشيت عندهم قالوا لي ودي راه باقي البحث عا سير رجح راه غدا الصباح ان شاء الله غادي تجي واحد ليله وغادي واخا نجبدوا عا شي اماره من حوايجها ولا شي حاجه ونعجروها نشوفوا كيفاش. ايوا خليناهم الله يسهل عليهم. ملي جيت عندهم مشيت نجري للبير حبسوني قلت لهم انا بيتها بنتي جتتات بنتي لا حاجه بينوها ليا الا ميته بينوها ليا انا راني عدمت ومشيت في حالاتي هذه 6 اشهر وانا كنبات في منطقه قبل الباب نتحب انا بنتي جايه وهاد السيد غدرني ودعيتو للدم دعيتو للدم اللي بيني وبين راه هاد السيد راح قرني هاد السيد وشافني راجل ضعيف وما في حالي شيء عند الله تبارك وتعالى وحقرني مشى جاب لي الدري من انا هربت كاع من البلاد سمحت فيها عفبات لهم وفقاوتهم ومشيت بيت نعيش على بلاد اخرى وتعدى عليا الله يجعل ربي وليام تعدى لي والله ينصر سيدنا
والله يجعل البركه في رجال دارك. انا راني بغيتها بنتي يا سيدي، راه بنتي ما نفوتها شيء، بنتي نموت ما نفوتها، بيت نشوفها الى ميت نشوفها الى حي نشوفها، ضروري خصني نشوف الجطله هذا. انا راني كنضرب على بنتي، هذاك الشيء اللي طاري ليا، بنتي كانت ماليه فيا وتديني للحمام وتسير عليا ونطيح النوض، راني تكرفست اودي يا سيدي، راني تكرفست، راني تكرفست بيت بنتي، ضروري خصني نشوف بنتي، الى ميتة نشوفها، الى حاجة نشوفها. وراه كانت الحمد لله هي اللي تفرش ليا وهي اللي تغطيني وهي وحاضياني، اللهم لك الحمد، والله ينصر سيدنا، والله يجعل البركة في رجال الدارك ديال صويرة، والله إلا جبدوا لي الحقيقة الحمد لله. وخاصنا ندير لها تشريح، خاصنا ندير لها تشريح نشوفها باش ميتة. وهاد السيد لاحها في البير قال لي ما أنا اللي لحتها، وهاد السيد راه ما يمكنش يلوحها هو بوحده، راه كاين عماه شي حد آخر، إلا عماه ولده عماه ولده، إلا عماه شي حد آخر الله أعلم، هو غادي ضروري ضروري. أنا بيتها بنتي الحسين، أنا بيتها بنتي، إلا ميتة نشوفها، إلا حاجة نشوفها، أنا بندفنها وبندير لها تشريح ونعرفها باش ميتة، واش ميتة مقتولة ولا ميتة على خاطرها ولا طاحت البير وحدها. هاد السيد شكون هو اللي جاب هاد السيدة لهاد البير هنا؟ جابوها تا لحدا الدوار تما فين تلاحت، ما لا يدري اللي كانت في الدار البيضاء، كانت في الدار البيضاء وخدامة وبخير مع راسها، وصبح داير بها هذاك الشيء. قال لها جي بنت كاتب أنا وياك الشهادة يلا يا الجماعة وكوني هانية، الليلة نروحوا على البير والصباح نهودوا لديكي الجماعة ونسرق داكي وندير معاك العقد ونتزوجوا. وهذا السيد كي غادي ندير أنا معاه؟ راني ما كرهت شيء، أنا عند الله وجلالة مالي. هو ولد عمك يا ولد؟ ولد عمي. إيه كاينة ولاد عمي هما كاملين، لا هو ولا عمامه، ولكني غضرب بيا أنا داعي من ربي والدم، غضرب بيا أنا داعي من ربي والدم. وليد الله يفرج عليك يا ربي. أمين. كنتمنى التوفيق تبان الحقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا هو واقع ملف سامحة اللي تناولناه في الأول حول الاختفاء اللي غريب. سامحة كيفاش كبرتنا واحد الصويرة غبرة سامحة، ولكن أدلة قاطعة بقات عندها في الغرفة ديالها، لقى الأخ عطات طريق للبحث بدقة في الموضوع. هنا كيجي الدور ديال النيابة العامة، سواء السيد الوكيل الملك أو السيد الوكيل العام، يعني الشكاية الأولى كانت فيها الاختفاء، والشكاية الثانية السيد الوكيل العام يعني عنده الاختصاص في الموضوع اللي حال على الضابطة القضائية ديال الدرك الملكي بمدينة الصويرة. هنا بدأت أطوار الأبحاث بدقة. الدرك الملكي كما قلت في السابق لهم الإمكانيات في اللوجيستيك فيما هو علمي وتقني لفك لغز اختفاء ديال سامحة، لأن مجموعة من المعطيات توحي أنه هاد السيدة ما اختفاتش اختفاء عادي، كاين أسباب وكاين أمور تتعلق بالإكراه وطريقة الاستدراج كما قال الأب، هل هو وعد بالزواج أو أمور أخرى. في الأخير كتلقى المآل ديالها كما سمعتوا اتصال ديال رجال الدرك بالعائلة أنه بعض الأمور تتعلق فينا في البير. مشاهدينا الكرام، نحن دائما نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قضية سامحة. سامحة تعرضت للغدر بهذه الطريقة من مقربين من العائلة، لأنها كتطرح أسئلة، أسباب مسببات الواقعة، أشياء أخرى ما له صلة بالملف. لا يمكن أن نتطرق لمجموعة من المعطيات نظرا لقانون النشر لا يتلائم في ظرفية البحث. الآن ننشر الخبر فقط لكي يتعلق بخيوط، هو الآن المعني بالأمر بين أيادي رجال الدرك في إطار استنطاق والبحث بدقة حول أين هي الجثة. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم عما قريب بالجديد من الأول حتى الأخير كيفاش تم هذه العملية ديال القتل بهذه الطريقة، إلى تبت القتل أو أمور أخرى، أسباب مسببات الواقعة غنوروا بها الرأي العام ونقدم العزاء صراحة للعائلة
تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الفرج باش هاد السيد يرتاح على بنته والاخ ديالو والاخ ديالها تا هو يطمئن يعرف الاخ ديالو الى كتب ربي انه يدفنوه غادي يدفنوها. مشاهدينا الكرام الشكر الجزيل مره اخرى رجال الدرك على المجهود الجبار وننتظر ما ستؤولي اليه الابحاث في الساعات المقبله. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.